صباح الخير، برحب معالي وزيرة نادينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا في أول زيارة لها للعاصمة الإدارية الجديدة. بالتأكيد أنه مباحثاتنا اليوم سواء كانت الثنائية أو الموسعة ركزت حول الأوضاع في غزة، استمرار الأعمال العسكرية، الآثار الإنسانية المدمرة وعدد الضحايا من المدنيين، موضوع المساعدات الإنسانية ونفذها إلى القطاع، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأوضاع بشكل يحافظ على وحدة القطاع والضفة الغربية والعمل على استعادة الآفاق السياسية المتصلة بحل الدولتين. استمرار الاحتلال بدون شك من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة، ولابد من التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بأمن لجميع شعوب المنطقة وأيضا تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، بالتأكيد أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات وثيقة تطورت خلال الأعوام الماضية متشعبة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، ونتطلع لاستمرار العمل الوثيق مع ألمانيا لتحقيق المصلحة المشتركة، شراكة نعتبرها شراكة استراتيجية، ونتطلع لاستمرار التواصل والتشاور فيما بيننا سواء اتصالا بالعلاقات الثنائية وتطويرها أو في مجال تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. برحب بالوزيرة، وسوف بعد انتهاء هذا المؤتمر تذهب إلى العريش وإلى معبر رفح للاطلاع بشكل مباشر على الجهود الضخمة اللي بتبذلها جمهورية مصر العربية، الهلال الأحمر المصري، في توفير المساعدات الإنسانية رغم التعطيل الكبير الذي تتعرض له نظير عمليات التحقق المبالغ فيها من قبل السلطات الإسرائيلية. نتطلع أنه تعيين وتولي منسق الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 27/20 سوف يأتي بآليات تيسر من نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. بالتأكيد أنه المعاناة الإنسانية ل 2,300,000 فلسطيني، عمليات التهجير القسري من شمال القطاع إلى جنوبه، والآن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الجنوب من استهداف، من قتل للمدنيين بلغت 23,000، تلتينهم من الأطفال والنساء، أمر يتعدى أي مراعاة للقواعد القانون الدولي الإنساني، ويضع عبء كبير على المنظومة الدولية لاحترام القانون الدولي الإنساني. نعمل بكل جهد على توفير المساعدات، نؤكد على الرفض التام للإجراءات المتخذة للضغط على الشعب الفلسطيني في غزة لإجباره على التهجير، وأيضا نرى أنه ضرورة وقف إطلاق النار أصبح شيء حتمي للتعامل مع هذه الأزمة، سواء من حيث إطارها السياسي، موضوع الرهائن، موضوع الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني، موضوع الأمن للجميع، وتحقيق الاستقرار وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وانتهاء الاحتلال، كلها هي المكونات الرئيسية التي تخرجنا من دوائر العنف المتواصلة التي يعيشها المنطقة. مرة أخرى برحب بمعالي الوزيرة ونتطلع لاستمرار العلاقة الوثيقة والتشاور فيما بيننا. تفضلي.
Herzlichen Dank, lieber Kollege, lieber Samir al-Aziz, Azizi, Samih. شكرا جزيلا على حسن الضيافة وأيضا على كرم الاستقبال اليوم في هذا المؤتمر الصحفي، لأن هذه هي الزيارة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة، مما يسعدني لأنها مناسبة خاصة جدا لزيارتي اليوم. هذا يسعدني جدا وجودي هنا في هذا الطقس الرائع، وأيضا لإجراء أول مؤتمر صحفي هنا. لقد تحدثنا حول عدة مواضيع، بالطبع عن الوضع الشائك في الشرق الأوسط، وإن مصر نفسها هي تعرضت لاستهدافات إرهابية عديدة وتعرف جيدا معنى مكافحة الإرهاب. يجمعنا القلق حول المنطقة، هذا ما أكدت عليه زميل العزيز سامح، أن يمكن يتحول هذا الصراع في المنطقة إلى صراع أكبر، حيث تتسع رقعة هذا الصراع. لا نريد أن يحدث ذلك، وفي نفس الوقت نحن نتفق أيضا على أننا يجب أن نضع حد للمعاناة الإنسانية. العديد من الأبرياء في غزة يعانون، وأيضا العديد من الأبرياء حتى هذا اليوم ما زال موجودين في الأنفاق القاتمة التي تتحكم فيها حماس، وهذا أمر لا يمكن قبله على الإطلاق. وهنا تقوم مصر بالتحديد بدور جيد جدا وبمساع حميدة، وهذا الدور هو دور محوري. وفي هذا السياق أود أن أعرب لكم عن شكري الجزيل على هذا الدور المحوري. أنا أعرف أيضا أن في بلدكم هناك العديد من الناس لا يتفهمون التضامن الراسخ والثابت للألماني لإسرائيل، ولكن بالنسبة لألمانيا الأمر واضح جدا. فإن إسرائيل تعرضت لهجوم إرهابي من قبل حماس، وهذا بتاريخ 7 أكتوبر، هناك العديد من المواطنين الإسرائيليين تم الاعتداء عليهم، تم إطلاق عليهم النار، وتم اغتصاب النساء، وتم اختطاف الأطفال والنساء والأطفال الصغار جدا. فيجب على إسرائيل أن تدافع على نفسها، ولكن في سياق القانون الدولي وأيضا في المعايير الإنسانية المناسبة. فكل دولة سوف تقوم بنفس الشيء مثل إسرائيل إذا تعرضت لمثل هذا الهجوم. بالطبع يجب على إسرائيل أن تدافع عن نفسها ضد هذه المنظمة الإرهابية، وهذا ما تؤكد عليه ألمانيا، تؤكد على دعمها إلى جانب إسرائيل. سوف تقف ألمانيا إلى جانب إسرائيل بشكل لا يمكن زعزعته، لأنها تدافع عن نفسها ضد منظمة إرهابية تريد محوها من على الخريطة. ولكن أنا تحدثت بالأمس في إسرائيل مع بعض الأسرى الذي تم تحريرهم، أنهم تعرضوا إلى أمور صعبة جدا في قطاع غزة، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نقبل أبدا أن يتم تعريض المدنيين في قطاع غزة للخطر. من المهم بالنسبة لي جدا، أريد أن أؤكد على ذلك مرارا وتكرارا، وهنا واليوم، وهذا ما تأكدت عليه أيضا خلال زيارتي في إسرائيل. يجب على إسرائيل أن تقوم بالمزيد للدفاع عن المدنيين ولحماية المدنيين في قطاع غزة. هذه هي المسؤولية الإسرائيلية، من مسؤوليات إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد حماس، ولكن في نفس الوقت من واجبها الدفاع أيضا عن المدنيين وحماية المدنيين بشكل أكبر. لا يمكن قبول معاناة الفلسطينيين، لا يمكن قبولها بكل حال من الأحوال. يجب أن تكون العمليات العسكرية أقل حدة، وأن تكون مستهدفة للإرهاب بشكل أكبر، وفي نفس الوقت نحن بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر بكثير. تحدثنا حول هذا الأمر تحديدا، كيف يمكن أن نتوصل إلى هذه
هذه الهدن الإنسانية، الفترات من هدنة الإنسانية لكي نصل على المدى الطويل إلى وقف إطلاق نار مستدام، وهذا بهدف السلام للجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني بآن واحد. فهناك بعض الأمور التي يتم وضعها في عين الاعتبار لكي ندعم المدنيين في غزة. فإن ألمانيا قامت برفع مساعداتها الإنسانية منذ بداية الحرب وضعفتها بشأن 3 أضعاف ووصلت إلى حوالي 211 مليون، ولكن مصر تلعب دورا محوريا في مسألة توصيل المساعدات الإنسانية إلى الناس في غزة، وفي نفس الوقت هي أيضا تلعب دورا محوريا في معالجة المصابين من غزة. Wir müssen die Unterstützung aber gerade nicht nur finanziell ausweiten, was mein Land, was die Europäische Union intensiv getan hat, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass diese Hilfe dann auch wirklich bei den Menschen in Gaza ankommt. Auch da arbeiten Deutschland und Ägypten schon eng zusammen, und zwar ganz konkret an ganz konkreten Beispielen. Ich möchte eins hier stellvertretend nennen. So haben wir von Blutkästen und Antworten قمنا بإمداد مصر بحاضنات للأطفال الرضع للعناية بالأطفال الرضع وغيرها من الأمور والمساعدات الطبية. فكل هذه المساعدات هي تعطينا بصيصا من الأمل حتى في ظل هذا الوقت الذي يصعب فيه التمسك بالأمل. لقد تحدثنا أيضا أن هذه المساعدات التي تصل هي ليست كافية ل2 مليون شرد في قطاع غزة، وليست كافية أيضا لكي نتحدث عن حياة كريمة. لا يمكن أن يستمر الوضع، ولكن يمكن أن نعمل سويا لكي تصل هذه المساعدات ولا تتعثر لأسباب بيروقراطية. سوف أسافر اليوم إلى العريش والرفح لكي أكون صورة بنفسي عن هذه المساعي التي تقوم بها الجهات المصرية بالتعاون مع المنظمات الإغاثة الإنسانية Deutschland seine Gelder für zur Verfügung stellt. تقوم ألمانيا بضخ الأموال لتوصيل هذه المساعدات إلى من يحتاج إليها. كما قلت سوف أسافر اليوم بعد الظهر إلى العريش ورفح، وأكون صورة بنفسي عن التعاون بين السلطات المصرية و Wir sehen aber auch, dass dafür Waffen nötig ist. Es braucht weitere Zugänge nach Gaza rein, gerade auch in den Norden, wenn die Hilfe auch im Norden ankommen soll. Das muss zwar allerschnellst, da brauchen wir dafür weitere Grenzöffnungen. Kerem Shalom war ein wichtiger Schritt, auch das haben wir gemeinsam erreicht durch intensive المعابر الإسرائيلية. لقد تحدثنا حول هذا الأمر أيضا لكي تصل المساعدات الإنسانية بشكل كافي إلى غزة. إن ألمانيا تقوم كل ما في وسعها لكي تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة، المساعدات الطبية وغيرها من المساعدات، ولكن نحتاج إلى إمكانية الوصول هذه المساعدات إلى الأماكن التي يحتاج إليها الناس وفي نفس الوقت تحدثنا عن إمكانية إطلاق سراح الرخائن، ويجب علينا أن نفكر في الغد في سلام. حتى وإن كان هذا الأمر صعب، إن ألمانيا ومصر متوافقين على أن لا يمكن التوصل إلى السلام إلا من خلال حل دولتين، حتى وإن كان هذا الهدف صعب المنال، ولكن يجب أن نعمل من أجل الوصول إلى هذا الهدف. لقد كنت بالأمس في الضفة الغربية وزرت قرية فلسطينية
حيث يعيش في هذه القرية الفلسطينية منذ أجيال طويلة، ولكنهم يتعرضون إلى الطرد وإلى التهجير من قبل المستوطنين الإسرائيليين. وهذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة للفلسطينيين، لأن هذا يحيي ذكرى مؤلمة في أذهان الفلسطينيين، ذكرى التهجير. ولذلك يجب نتفهم أن التصريحات التي تأتي من الجهات الإسرائيلية أو من المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين كيف تؤثر على الفلسطينيين. أقولها بوضوح، لن نقبل التهجير، لن نقبله في الضفة الغربية، لن نقبله في غزة. يجب أن نؤكد على أن الفلسطينيين لهم أرضهم في غزة، ويجب ألا يكون هناك تدفقات من اللاجئين إلى مصر، لأن هذا يؤثر أيضا على المصالح الوطنية المصرية. يجب أن نعمل سويا نحن مصر وألمانيا سويا من أجل أن يكون هناك مستقبل أفضل للفلسطينيين. أؤكد على أن غزة والضفة الغربية هي تخص الفلسطينيين، لا يمكن أن يتم تهجير الفلسطينيين ولا يمكن أن يتم طردهم من الضفة الغربية. هذا هو مسؤولية، هذه هي مسؤولية مشتركة نتحملها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الوقت ضيق، هناخد سؤال لكل وزير فقط. السؤال الأول لوزير خارجية مصر أستاذ سمير عمر، تفضل من سكاي نيوز عربية. سمير عمر، سكاي نيوز عربية. السؤال موجه لمعالي الوزير، ولكن اسمحوا لي سريعا قبل أن أوجه السؤال أن أوجه تحية إعزاز وتقدير وإجلال لزملائنا الصحفيين في قطاع غزة اللي قدموا حتى هذه اللحظة 107 شهداء لم يفعلوا شيئا سوى أنهم يسعون لتقديم الحقيقة، فكان أن قتلوا واستشهدوا في غزة، فلهم منا كل التحية والتقدير. مع الوزير، الحديث عن اليوم التالي لوقف إطلاق النار، ولكن لا يبدو أن هذا اليوم التالي يأتي. مصر قدمت مقترحات بخصوص اليوم التالي بإدارة حكومة وحدة فلسطينية في الضفة والقطاع، وأيضا كثير من الأفكار، ولكن من يستمع إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته الموصوفة بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، لا يعني يتصور أن هناك وقف إطلاق النار. كيف تقدر مصر هذه الإجراءات الإسرائيلية والتصرفات الخاصة ببنيامين نتنياهو وتأثير ذلك على ما تطرحه من أفكار بشأن مستقبل قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار؟ لا بد من التركيز حول وقف إطلاق النار. لا يمكن أن نتحدث عن أمور قد يفهم منها قبول هذا الوضع من الأعمال العسكرية ومن الاستهداف المدنيين ومن هذا الكم من المدنيين، 23,000 تلتينهم من الأطفال. إذا جرح طفل فهذا كان يقتضي أن يهب المجتمع الدولي لنصرته وللحفاظ عليه، ما بالك أكثر من 10,000 طفل فقدوا أرواحهم ومزيد منهم تحت الأنقاض، ويعجز المجتمع الدولي على المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار ثم التعامل مع أي قضايا أخرى في إطار الجهود التي تبذل للتعامل مع كافة العناصر المتصلة. وقف إطلاق النار، توفير المساعدات لأكثر من 2 مليون مواطن يعيشون في العراء دون مأوى، دون مأكل، دون رعاية صحية، استهداف البنية الأساسية، تدمير تقريبا 70% من المباني في غزة. وأنا أتضامن معك في المواساة وفي الإعراب عن الألم لفقد هؤلاء وفقد الصحفيين. اعتدنا عندما يمس صحفي أن يهب المجتمع الدولي للإدانة والانتقاد، ولم نسمع أي إدانة لهذا العدد الضخم من القتلى المدنيين والقتلى من الصحفيين واستهدافهم، ومنع دخول الصحافة إلى قطاع غزة ومنع دخول المسؤولين رغم المحاولات المتكررة. فلا بد أن يتم التساؤل، لماذا هذا المنع؟ لماذا هذا
التعمد في عدم وجود الرؤية المباشرة للصحافة، للمسؤولين، للوضع المأساوي القائم في غزة. بالتأكيد أنه أيضا الاستماع إلى الأطفال الذين فقدوا أسرهم بالكامل ومعاناتهم هي ترقى إلى نفس المرتبة الإنسانية التي يجب أن نتعامل معها مع قضايا أخرى مثل قضايا الأسرة. فالأمر مرتبط بأنه رغم الوضوح في إدانة كل استهداف لمدني اتصالا بأعمال 7 أكتوبر، ولكن لم تكن 7 أكتوبر هي بداية هذا الصراع، ولا نغفل سنوات وسنوات وعقود من الاعتداء على الحقوق الفلسطينية، الاستهداف للفلسطينيين، القتل المتعمد، التهجير من الأراضي، هدم المنازل، توسيع رقعة الاستيطان، وجود حالة احتلال معترف بها دوليا ومطالبة بأن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. حديث لمدة 3 عقود لا يتعدى الحديث والتعبير اللفظي بأهمية حل الدولتين دون اتخاذ أي إجراء فعلي لتحقيق هذا الهدف رغم وجود مقررات الشرعية الدولية. فالتعقيدات المتصلة بهذه القضية هي لابد أن ننظر لها بمنظور شامل، ولابد أن نركز على وقف إطلاق النار، تعامل مع قضايا الأمنية، وصول المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير. كل الخطوات التي تتخذ هي بغرض الدفع نحو التهجير. لا يمكن أن يظل الآن 2 مليون مواطن فلسطيني محاصرين في رقعة في الجنوب بهذا الشكل ولا يتوفر لهم الاحتياجات الأساسية، ونتوهم بأنه هناك جهود تبذل لمنع التهجير. لم نرى جهود حقيقية لمنع التهجير، ومن ضمنها توسيع المساعدات. المساعدات يجب أن تكون نافذة إلى القطاع من كافة المعابر وليس فقط من معبر رفح. أن الإجراءات التفتيش من قبل إسرائيل تأخذ خطوات سريعة، وبالإضافة إلى الجهود اللي سوف تبذل على مستوى الأمم المتحدة بتعيين المنسق والولاية اللي تضمنها قرار المجلس الأمن 27/20 من وكالة الأمم المتحدة بإجراءات التفتيش ودخول هذه المساعدات مباشرة بعد إجراءات التحقق منها من قبل الأجهزة الدولية المحايدة. فحتى نستطيع أن نتعدى المرحلة الحالية ونتحدث عن المستقبل لابد أن يتم وقف إطلاق النار حتى يكون هذا الحديث له معنى ويتعامل مع الأبعاد المختلفة ومن ضمنها الأفاق السياسية مرتبطة بحل الدولتين، ليس من المنظور اللفظي ولكن من منظور التنفيذ. سؤال لوزيرة خارجية ألمانيا برو 7 فضلي شارك فضلي. سؤال من الجانب الألماني من قناة برو 7. شكرا جزيلا معالي الوزير سامح شكري. بعد نهاية الحرب وبعد التوصل إلى سلام متفق عليه على الصعيد الدولي، فأود أن أتوجه إليكم بسؤال: ما هو الدور الذي سوف تلعبه كل من مصر وألمانيا في مسألة التوصل إلى حل سلمي؟ شكرا جزيلا. بالتأكيد أنه ألمانيا وما تطلع به من دور على الساحة الدولية وفي إطار الاتحاد الأوروبي والتنسيق الوثيق فيما بين ألمانيا ومصر يأهل الدولتين للاطلاع
بمسؤولية تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة. وبالتأكيد أنه قدرة كل من ألمانيا ومصر على التواصل مع الأطراف والتأثير ووضع الأطر المناسبة والحلول المناسبة بما فيها العمل على تنفيذ حل الدولتين وتحقيق الاستقرار والسلام لكل شعوب المنطقة سواء الإسرائيليين أو الفلسطينيين أمر نسعى إلى تحقيقه ونثق بأن لدينا القدرة المشتركة وهذه القدرة تعزز بشركاء آخرين بأن نجعل منطقة أمان ويعيش فيها كل الشعوب بشكل طبيعي يحققوا التعاون ويتطلعوا إلى حياة أفضل. لكن حتى نصل إلى هذه النقطة لابد من التعامل مع الأمور الحالة سواء من حيث تحقيق الاستقرار والأمن للضفة وللقطاع لإسرائيل، التعامل مع قضية الرهائن، التعامل مع الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، التعامل مع قضية المستوطنين والعنف الاستيطان، وثم الإقرار وتنفيذ حل الدولتين. نتطلع إلى استمرار التنسيق والتشاور والتعاون، نثمن القدرة الألمانية على التعاون المثمر. لدينا علاقة في إطار مجموعة ميونخ كانت لها تأثيرها أيضا خلال المرحلة الماضية. هذه المرحلة تحتاج مزيد من التنسيق ومزيد من التشاور ومزيد من العمل المشترك، ونثق أنه هناك مواضع كثيرة نتفق حولها نستطيع أن ننطلق من خلالها إلى تحقيق ما نصبو إليه من سلام واستقرار وعدم توسيع رقعة. ومعالي الوزيرة تحدثت عن المخاطر المتصلة بتوسيع رقعة هذا الصراع، ونحذر الجميع من أنه ربما هناك من يتوهم أن توسيع رقعة الصراع قد تكون له مفيدة من النواحي السياسية ويغفل تماما الأثر المدمر على شعوب المنطقة. فهذه الأمور يجب أن نراعيها كافة وتطلع إلى أيضا التعاون المستمر مع الوزيرة ومع ألمانيا. Herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich würde gerne noch auf das Vorgesagte von meiner Seite mein herzliches Beileid, insbesondere an التعازية القلبية لكل من فقد حبيب أو فرد من أفراد الأسرة. بالطبع إن كرامة الإنسان وحياة الإنسان هي بنفس القدر من الأهمية، وبالطبع الصحفيين هم يتعرضون بشكل كبير جدا للخطر، ولكن عمل الصحفيين هو غاية في الأهمية في نفس الوقت. ولذلك أشيد بهذا العمل الباسل الشجاع الجريء في ظل هذه الظروف الصعبة، وأود أن أؤكد على بعض الأمور حتى وإن كانت هناك بعض وجهات النظر المختلفة، ولكن إننا نحزن على الجميع، نحزن على جميع الأرواح أيًا كان موطنها. والآن أتطرق إلى مسألة المستقبل وتحديدًا مسألة الحل السياسي. فنحن تحدثنا حول هذه المسألة وتبحثنا فيها. إن المعاناة التي يتعرض إليها الناس في غزة هو أمر لا يمكن قبله، لا يمكن أن نقبل هذا الوضع على المدى الطويل. فيجب أن نضع حد إلى هذه الحرب ونضع حد إلى هذا الصراع في المنطقة بأكملها. يجب أن يكون هناك أفاق مستقبلية للأطفال وللشباب، يجب الآن أن نفكر في المستقبل. ولذلك هذا مهم جدا أن نقوم بتبادل وجهات النظر فيما بيننا لكي نصل معا إلى طريق
للأهداف المشتركة. لذلك أؤكد على أهمية التعاون بيننا نحن كحكومة اتحادية ألمانية وأنا تحديدا كوزيرة اتحادية للخارجية. أؤكد على ضرورة فترات الهدنات الإنسانية لتهدئة الأوضاع المأساوية في غزة وبهدف وقف إطلاق نار على المدى الطويل. وأحيانا البعض يفهمونني بشكل غير صحيح. إن وقف إطلاق النار يعني بالنسبة لنا نحن وقف إطلاق النار على كل الأصعدة على كل الجوانب. فلا يمكن أن يكون هناك خطر يهدد إسرائيل. ولكن في نفس الوقت لا يجب أن نغفل أن الناس في غزة يتعرضون إلى مأساة حقيقية. فلذلك الطريق إلى الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم والوصول إلى السلام لا يمكن أن نصل إليه إلا بشكل مشترك. بالطبع من خلال إشراك الفلسطينيين معنا وإشراك الشركاء الآخرين في المنطقة بالتعاون مع دول الجوار في المنطقة. ولكن يجب أن نعمل معا من أجل الوصول إلى الهدف السامي الأكبر. والآن أتطرق إلى السؤال الثاني. هناك صورة أكبر للوضع. عندما نتحدث عن السلام المستدام فيجب تأمين الوضع لكي نتحدث عن الأمن والسلام المستدام. فيجب أن يكون هناك ضمانات للأمن والسلام في المنطقة. يجب أن نتأكد من أنه ليس هناك تهديد لهذا الاستقرار من جانب الإرهاب. فتحدثنا حول هذه المنطقة وسوف نستمر في هذه المحادثات حول هذه المواضيع. لا يجب أن يكون هناك تهديد مباشر لوجود إسرائيل. يجب أن يكون هناك حق للجميع للجانبين للحياة في كرامة وسلام. فنحن تحدثنا أيضا عن مسائل البنى التحتية. فهذه أمور صعبة. يجب أن نؤكد على أن الفلسطينيين هم أنفسهم يجب أن يقومون ببناء بنيتهم التحتية والهياكل الإدارية الخاصة بهم. يجب أن يكون هناك إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية. دون هذه الإصلاحات لا يمكن المضي قدما في هذا المسار. فلذلك نحن نتحدث عن هذه الأمور لأنها مهمة بالنسبة للمستقبل. وأنا أتطرق إلى نقطة ثالثة وهي أيضا الاستقرار الاقتصادي. ونحن نعرف هذا مهم للغاية بالنسبة للوضع وللاستقرار. ولذلك من المهم للغاية أن لا نفكر فقط الآن في المساعدات الإنسانية. فهي مساعدات لحظية تساعد الناس في هذه اللحظة. ولكن يجب أن نفكر أيضا في إطار دول مجموعة السبع كيف يمكن أن نمضي قدما في التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية. يجب أن يكون هناك مستقبل اقتصادي آمن. فهذه هي الصورة كاملة. الأمور صعبة ومعقدة وهناك جوانب عديدة. ولكني على يقين يجب أن نكون نحن على قناعة بأننا نستطيع القيام بذلك. يجب أن نكون نحن على قناعة بأننا يجب أن نقوم بذلك وأن نسعى من أجل تحقيق ذلك. دون هذه القناعة لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. ويجب أن نحقق السلام على الجانب الإسرائيلي للمواطنين الإسرائيليين وللمواطنين الفلسطينيين على الجانب الآخر.